رمضان رمضان والمسلسلات. بس طبعا انا عايزه اقول لكم انه وجودنا في طبعا هذه الصناعه، انا دايما بشوف انه على قد كم المسلسلات اللي موجود، بس ببقى مبسوطه لانه ده انتعاش كبير جدا لصناعه الدراما التلفزيونيه. الدراما التلفزيونيه اللي بدات هنا تحديدا في هذا المبنى، ما كانش وقتها لما مع بدايات يعني شهر رمضان لما فكروا يعملوا ايه عشان يشدوا الانتباه. طبعا كانت الدراما اللي بتشد الناس اكتر قبل دخول التلفزيون كانت الدراما الاذاعيه، فكانت الناس انتوا عارفين اللي هو مسلسل الفطار، اللي هو حط الراديو والناس كلها تقعد تسمع مسلسل الفطار، وكان المسلسل ده هو المسلسل الرئيسي، فكانت الناس لسه معتاده لان الاذاعه بدات قبل التلفزيون انه لازم الراديو مفتوح والناس تسمع مسلسل الاذاعه. لكن بعد فتره مع دخول التلفزيون بدا التلفزيون يفكر على طيب في شهر رمضان انا لازم اقدم، يبقى عندي خريطه مختلفه. ومن هنا بدا تقديم مسلسلات رمضان، وبدات البدايه ان لازم تكون مسلسلات اجتماعيه بتناقش الاسره، بتناقش القضايا المختلفه. بدات فكره الفوازير، فوازير في البدايه كانت ثلاثي اضواء المسرح وخفه دمهم، فبدا فعلا من هنا بدايه مهرجان رمضان الدرامي، وانه يبقى فيه انتاج كبير وان يبقى فيه خريطه دراميه مشي عليها طبعا التلفزيون والدراما بعد كده وتلفزيوناتنا او شاشاتنا المصريه كلها. سعيده دلوقتي لما انت تيجي تبص على كل الشاشات المصريه فتلاقيها منوره بصناعه للدراما، وبتضايق وبزعل لما الناس تستعجل. النهارده مثلا 7 رمضان، صحيح دلوقتي فات اسبوع على الدراما، ممكن الناس تبدا تقول بعض الاراء، ولكن الهدم ده لازم ننتظر لانه المسلسل بيتبني بشكل تصاعدي، يعني في بدايه في وسط وبعدين النهايه او الحلول لحد نهايه المسلسل. فمش معقول من الحلقات الاولى الناس بتعلق تعليقات ولسه ما شافتش الخطوط هتمشي ازاي وايه اللي هيحصل، فلازم برضو نديهم فرصه انه تتفرجوا وتستمتعوا اكتر يعني طول الوقت. طيب خليني اروح كده عند مسلسل من المسلسلات المهمه الحقيقه، حضره العمده للكاتب الكبير ابراهيم عيسى والنجمه روبي. والمسلسل الحقيقه اهميته انه بيطرح قضايا مختلفه، فكره البنت الصعيديه ان هي تبقى عمده بلدها وان هي تقدر تبقى موجوده بقوه وتقدر ان هي تسند بلدها بشكل كبير. والمسلسل الحقيقه يعني تعرض لحاجات كتير، التطرف والختان، الختان اللي بيؤذي المراه وبيؤذي الفتاه بشكل كبير، وتولي المراه للمناصب المهمه. وهنا انا الحقيقه يعني بستغرب جدا ان احنا ما زلنا بنناقش ده، ايوه ما زلنا بنناقش ده، لانه رغم ان المراه المصريه دلوقتي موجوده في الوزاره وزيره، موجوده كمحافظ، موجوده كعمده، يعني موجوده في البرلمان، لكن انت لسه عندك بعض الاراء اللي موجوده وبعض الأصوات موجودة مش قادرة تتعامل طول الوقت، فأنت محتاج تقدم الأفكار وتعمل لها تعميق تبقى يعني ثابتة كده. الغريب كمان أن أنت عندك إيه القضايا دي اللي بتتقدم في المسلسل، هتلاقي كده لجان إلكترونية موجودة تفضل إيه تفرض هي كمان رأيها، يعني أو أن هي تحجم شكل ودور المرأة. خليني كده أدردش أكتر وناخد رأي متخصص أكتر مع الناقد الفني مصطفى الكيلاني ونعرف رأيه. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور يا فندم. مساء النور، وكل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب وبألف خير. أستاذ مصطفى، وإحنا بنتكلم عن حضرة العمدة بنتكلم تحديدا عن قضايا المرأة وجود المرأة وعدم التوريث بتاعها في يعني بالنسبة حتى للصعيد، والقضايا اللي تناولها الحقيقة المسلسل هي مش قضايا جديدة، ولكن يبدو أن احنا محتاجين طول الوقت أن الدراما صوتها يفضل عالي عشان يوصل لكل البيوت ولكل الأذان ويناقش الآراء اللي لسه ما عندهاش اقتناع. هو يا فندم احنا ما زلنا محتاجين كتير جدا جدا نماذج توعويه. محتاجين كتير جدا ان احنا نشتغل على نفسنا ونشتغل على اداءاتنا ونشتغل على الدراما بتاعتنا. نعمل نماذج كتير من وافكار كتير.
صحيح. وده محتاج مننا وقت ومجهود وتفاصيل كتير جدا 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 جدا. انت عارف منها ما يحدث الارك دراما رمضان السنه دي. ايوه. طيب انا 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 عايزه اتفضل حضرتك. احنا عندنا النهارده السنه دي نماذج مهمه في الدراما، مش حضره العمده بس، لا احنا عندنا حاجات كتير جدا لازم نشتغل عليها ونتكلم عليها، افكار وقضايا، ومش دور الدراما فقط انها تقدم ترفيه، ده طبيعي، ده جزء من ادوار الدراما. لكن مهم برضو ان يكون عندي ان الفن بيسوق لقدام، بيسوق الافكار لقدام، ويسوق المجتمع انه يتقبل الافكار التقدميه، وخاصه ان احنا اتعرضنا لهجمه ضخمه جدا دخلت تحاول تشوه هويتنا المصريه الوسطيه الجميله، ودخلت علشان تحاول تغير بنية المجتمع، وشفنا النتيجة دي من بعد 2011. صح. فطبيعي انه لازم الفن ياخد دور، وانا حتى الان رغم انه في مجهود كبير وضخم بيبذل، لكن احنا محتاجين طول الوقت الفن يشتغل على ده، يشتغل على التوعية، يشتغل على دعم الافكار التقدميه، دعم تقدم المجتمع. مفيش مجتمع راقي وذو قيمه في العالم الا لما يكون عنده فن وثقافه دي. طبعا اكيد. انا لما يكون عندي فن وثقافه بالمستوى ده والاقي هجوم عليها، اعرف على طول انه في حاجه غلط، في لعبه بيحصل. اكيد. انا بس عايز يعني اتاكد. انا مثلا اتفضل. عايزه اكد واحنا حضرتك سامعني كويس؟ سامع حضرتك يا فندم. طيب يعني عايزه اكد كمان، وحضرتك بتكلمنا عن التفاصيل وانا موافقه جدا على وجهه النظر دي، اللجان الالكترونيه اللي طرحها المسلسل، اللجان دي اولا بقت يعني ايه هدامه بشكل او باخر. يعني مثلا خلينا نقول احنا الان في شهر رمضان، والمنتج اللي موجود يعني والصناعه اللي موجوده في مصر الان هي الصناعه الفنيه اللي الناس بتتابعها في الشهر الفضيل من كل عام. وصناعه الدراما المصريه صناعه مهمه، هي مش بس بتقدم مسلسلات للتسليه، لا ده في صناعه فيها خدمه للراي، فيها خدمه للمجتمع، فيها خدمه لقضايا كتير بتهمنا، بنشوف حاجات كتير مختلفه. انت كمان بتشغل الصناعه بتاعتك دي اللي بتنتقل بعد كده للعالم العربي، فانت كمان افكارك ومجهودك وفنك وتعبك بيوصل بشكل او باخر، صوتك في الحياه يعني من خلال الدراما بيوصل لكل مكان. يا فندم الفيلم المصري اسمه الفيلم العربي. صحيح. وكذلك المسلسل المصري. احنا حتى لسه بنقول عايزه اشوف فيلم عربي، يعني دايما هي الكلمه مرتبطه يعني، او مسلسل عربي. بالظبط كده، بالظبط كده. فانا دلوقتي انا النهارده جزء من تاثيري على محيطي الاقليمي والعربي والافريقي هو فني. يعني احنا حتى في ناس انتوا بتعملوا ليه مهرجانات مهرجانات سينما ومهرجانات مسرح، ودي بتاخد من ميزانيه الدوله، وبالنسبه النغمه دي زادت من فتره حكم الجماعه الارهابيه. طبعا ما هم طول الوقت هيقولوا لك ايه؟ يعني انتوا عندكم فلوس تصرفوا على الحاجات دي، هم مش قادرين يفهموا. لا ان ده مهم كمان يعني. طب نقفل باب صناعه؟ ما في على فكره في ناس بتشتغل في الفن، في ناس بتشتغل في الصناعه، يعني زمايلنا وناسنا اللي بيشتغلوا مثلا مديرين التصوير اللي موجودين معايا في الاستوديو، اللي زيهم في الدراما، اللي في المونتاج، اللي في الديكور. يعني الدراما مش بس فنان، مش مخرج، مش كاتب، لا الدراما عالم. لا لا في لا عالم لا موجود لا خلف الكاميرات. صحيح. ده جزء من دور مصر. طيب قبل بس ما حضرتك تسيبنا استاذ مصطفى، يعني انا يعني ساعات بقول انه هل يعني قد ما احنا تقدمنا في حاجات، ولكن هناك بعض الافكار لسه الدراما بتشتغل عليها. انا هاخدك لحد يعني الاديب الكبير عبد الحميد جوده السحار لما قدم فيلم مراتي مدير عام، وقدم الفيلم ده تحديدا علشان المراه تقدر تتبوأ
مكانة وتكون هي مديرة وموجودة ومسؤولة، ممكن تبقى زوجة في البيت لنفس الشخص وتبقى مديرته في الشغل. فأنت تتخيل أنه الدراما من هذا التوقيت، بنتكلم من الستينات لحد 2023، إحنا لسه بنشتغل على نفس وجهة النظر بتقدم. يعني شايفه أنت بطيء ولا شايفه سريعة؟ شوف يا فندم، في التوقيت ده كان هناك توجه عام، الدولة كان عندها وعي بدور الفن، فدعمت فكرة انه الفن يشتغل على تقديم افكار تقدمية زي دور المرأة ووجود المرأة كنصف في المجتمع. فكان في مثلا الباب المفتوح ومراتي مدير عام وغيرها طبعا، وبالمناسبة مراتي مدير عام متصنف انه واحد من اهم خمس افلام كوميدية في تاريخ مصر. صحيح. فاحنا كنا بنقدم الافكار بطريقة مغلفة. صحيح. النهاردة الدولة بقى عندها وعي من تاني ان هي تقدم افكار مهمة بالشكل ده. صحيح. رغم ان وضع المرأة استقر، يعني انا عجبني ان وضع المرأة في مصر بقى افضل بكتير. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على بنعمل مسلسل حضرة العمدة علشان تبقى عمدة، واحنا عندنا عمدة في الواقع. يعني المرأة بقت عمدة حقيقية وبقت محافظ، بقت وزيرة، فده شيء رائع ان احنا وصلنا الى هذه المكانة، ولكن ده تطلع للافضل والاحسن. يعني لانه احنا، انا دايما عندي وجهة نظر كده بقولها للاصدقاء، انه احنا مش مجتمع ذكوري، احنا بالاساس مجتمع انثوي. احنا المجتمع المصري من قديم الازل، منذ بداية الحضارة المصرية، وهي مش من 7000 سنة، دي من 15000 سنة. فاحنا بنتكلم على من بداية الحضارة المصرية، ده مجتمع المرأة جزء رئيسي فيه. حضرتك ادخلي أي معبد، ادخلي اتفرجي على معبد أبو سمبل، صحيح، اتفرجي على تماثيل المصرية، هتلاقي المرأة هي السند للرجل، التمثال بيقدم ده. أكيد. يلا عموما عقبال ما نقدم بقى قصة نيفرتيتي وحتشبسوت ونشوف كل الحاجات اللي إن شاء الله اللي هي بجد يعني تبرز قد إيه المرأة كانت قوية جدا. بشكرك جدا الناقد الفني، حضرة العمدة الفني، الناقد الفني مصطفى الكيلاني، أشكرك شكرا جزيلا. جملة على فكرة في مسلسل حضرة العمدة، وهو بيقول إيه، أهي شجرة الدر هتيجي تبقى حضرة العمدة. يعني حتى يعني الكاتب الأستاذنا الكبير إبراهيم عيسى كاتب الجمل اللي الناس بتقولها. يعني لما الست تتقلد منصب بيقولك جابولنا شجرة الدر، يعني وكأنه المصري ده لطيف ومثقف طول الوقت، وكأنه إيه، يعني شجرة الدر علشان كانت شديدة يعني. لكن الحقيقة مهم إن احنا طول الوقت، علشان العقول التي لم يصل إليها النور، يعني في عقول لم تتنور بعد ولم يصل إليها النور، نفضل نشتغل إحنا عليها في أعمال كتيرة.